إصابة 25 شخص في حال تصادم سيارتين ميكروباص بصحراوي البحيرة. خبر معانا بيقول أصيب 25 شخص بينهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم بسبب وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة. كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بحادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة اسكندرية عند كيلو 105، مما نتج عنه إصابة 25 شخص بكدمات وسجاحات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم. تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج. المصابون هم 25، طبعا زي ما قلت 5 منهم من جنسيات مختلفة، في من ليبيا وفي من غينيا وفي طبعا من اسكندرية ومن القاهرة ومن المنصورة ومن حلوان، فربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب ان شاء الله. تم تحليل المحضر اللازم تمهيدا لحالته للنيابة العامة مباشرة التحقيق ومعرفة اسبابهم ولبسات الحادث.